السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، كما وعدتكم جهاز الأصوات أنها تستضيف كل ما هو اجتماعي اقتصادي أو كل ما يتعلق بالحياة الوطنية السيرة في إدارة جهاز الأصوات. المهم معنا الآن واحد الكاتب ومدرب دولي ربما لا يخفى عليكم جميعا، وهو الدكتور أمين سامي. سيد الدكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا شرف لي نكون حاضر معكم، ونتمنى للجريدة التوفيق والنجاح في مسيرها الإعلامية. نعم أستاذ أمين، في كتابك الأخير الذي درسنا في بعض الصحف ديالو كاين الحقيبة العامية لمؤسسات الجمعوية، منك تقربنا أكثر من هذه المؤسسات؟ اولا هذا اول اصدار ديال الحقيبه العمليه للمؤسسه الجمعويه، هو هذا كتاب تم تاليفه تقريبا 5 سنوات، كان مكتوب هذه 5 سنوات ولكن لم يكن قيد الطبع هذا الكتاب له تطبع هذه السنه، وهو كيضم مجموعه ديال الادوات والمهارات اللي كتساعد الجمعيات والمجتمع المدني على تقويه البنيه ديالهم سواء التنظيميه او التدبيريه. نعم، مؤخرا في خطاب صاحب الجلالة نصره الله وأيده أكد على تشريف المجتمع المدني، بحيث أننا نجد عدة أشياء على أن هذا المجتمع المدني غير مؤطر بالنسبة لعدة أشياء كالخدمات التي تقدم للمواطنين. يعني بالنسبة لأش كابتن أستاذ أمين في التجربة ديك الخاصة، واش هاد الناس هادو خاصهم تأطير أو من هب ودب دار جمعية ونضم لمجموعة من الأحزاب وأصبحت جمعية تابعة للحزب، وبالتالي الجمعيات اللي كيبغيو يخدموا الوطن ديالهم ما كنلقاوش وما كياخذوش الدعم؟ شوف، باش نكونوا متفقين، أولا الجمعية هي مؤسسة عمومية، ملي كتأسس كيكون عندها الصفة الاعتبارية ديالها. بما أن الجمعية هي مؤسسة عمومية ولها صفة اعتبارية فهي تعتبر مرفق عمومي، فهي تقدم خدمة سواء المواطن. علاش مرفق عمومي؟ لأنها كتستافد من الدعم المالي والدعم العمومي ديال الدولة، إذا فهي ملزمة بتقديم الخدمة وجودة الخدمة حفاظا على المالية العمومية اللي كتاخذها من الدولة. هذا واحد. ثاني حاجة، الجمعيات اللي حنا بغيناهم او الجمعيات اللي الكتاب كيهضر عليهم هما الجمعيات اللي كيفتقروا الاليات البسيطه ديال التدبير، سواء لا من ناحيه ديال التقارير الاداريه، لا من واحد التقارير الماليه، لا من ناحيه المحاسبه، لا من ناحيه التدبير ديال الامور ديالهم. لان نرجعوا نقولوا واحد الحقيقه، اليوم الا بغينا الجمعيه تقوم بالدور ديالها بشكل اساسي خصها تكون ناضت على هياكل قويه ومؤسسه تاسيس صحيح، يعني تتوفر على موارد، تتوفر على رؤيه واضحه، تتوفر على 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 هيكل تنظيمي، تتوفر على مجموعه من الاليات التدبيريه اللي كتساعدها تقوم وتاطر وتخطط باش تساعد المجلس الجماعي او المجالس المنتخبه في التدبير ديال الشان العام. اذا التدبير ديال الشان العام كيتطلب تضافر الجهود، ما كيتطلبش العمل الفردي او الفردانيه، بالعكس الجمعيه نهار اللي تاسست هي عمل جماعي دائم ومستمر، سواء كانت هذه الديمومه ديالو بالاهداف اللي هي محدده عبر الزمان او غير محدده عبر الزمان. اذا هنا خصنا اليوم نكونوا واعين بان الجانب الاجتماعي اللي كتلعبوا الجمعيات خصو يقوم بالدور الطلائع ديالو، وجلالة الملك نصره الله دائما كيأكد على الدور ديال الجمعيات بأنها الشريك الأساس الدولة، وبأنها الشريك الأساس للهيئات المنتخبة، وبأن الدستور منين جا عطى الفصل المادة الدستورية 13 كتقول بأن الجمعيات كتدخل في التخطيط والتتبع والتنفيذ والتقويم
والتقييم ديال 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 السياسات العموميه وديال البرامج. اذا باش هاد الجمعيه تقوم بهذه المهمه المنوطه بها كما فصلتها الماده الدستوريه، خاص تكون مهيكله وخاصها تكون مؤسسه. اذا ها الفرق اليوم التاسيس ديالنا او الاصدار ديالنا لهاد الحقيبه العمليه اللي كنعتبرها انا هي بدايه الاصدارات، خاصها تمشي في هذا المجال بان هاد الناس يتمكنوا من الاليات التدبيريه. لان خلق اي مؤسسه سواء كانت جمعيه او حزب او شركه الى غير ذلك، الى ماذا تهدف هذه المؤسسه في نظرك؟ تهدف الى خلق القيمه المضافه. اذا الا كانت الشركه القيمه المضافه اللي كتخلقها هي الثروه، فالقيمه المضافه باللي خصها تخلقها الجمعيه هي الجانب الاجتماعي، هي خلق الثروه الاجتماعيه وتحسين الخدمه للمواطنين. اذا الدور ديال الجمعيات بالاضافه الى الدور اللي عطاها الدستور، الدور ديالها هو التحسيس والتعبئه ديال المواطنين باش تقوم بالدور ديالها على اكمل وجه. نعم، بالنسبه لي سؤال في الحقيقه محرج جدا. لاحظنا مؤخرا على ان عده مواطنين تعرضوا للنصب عن طريق جمعيات، اليوم ربما جمعيات وهميه او كذا. الا تظن ان حان الوقت لتقنين هذه الجمعيات والتتبع مراكز اللي كيمشيو ليها، ويكون واحد القانون اللي هو منظم ومراقب لهذه الجمعيات في الاعمال وليزاكتيفيتي اللي كيقوموا، حتى لا يتعرض المواطن للنب والنصب باسم قانون اساسي لهذه الجمعيات. انا غادي نقول لك واحد القضيه. شوف، الدولة اليوم او خصها تقوم بالدور ديالها، هي كتقوم بالدور ديالها، ولكن المواطنين اليوم تهما خصهم يعرفوا عند من الجمعيات كيمشيو. الجمعيات اليوم خصو يحاسبها، خصها تتحاسب، واللي مسؤول في شي جمعية خصو يتحاسب، لان هذيك الفلوس اللي كياخذ فهو الدعم العمومي ديال الضرائب ديال الدولة اللي كتقتطع من المواطنين، اللي كيخلصوه المواطنين. اذا هذاك رزقهم. اذا هاد المسؤولين اللي كيكونوا في الجمعيات خصهم يتحاسبوا، والا ما تحاسبوش كاينه مسؤوليه تقصيريه خصو يتحاسب السي، لان من مرتكزات الدستور اللي جا بها في الدستور 2011 ويعتبر التصدير جزء من الدستور لا غنى عنه، بان من المرتكزات هي ربط المسؤوليه بالمحاسبه وفصل السلطات والديمقراطيه التشاركيه عند الحكمه. إذن هاد الأمور ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة معها الحكمة، إذن خص كل الحكمة الجمعوية. إذن الناس هادو اللي كيشتغلوا اللي ما قادش على المسؤولية يعطيها اتساع ويخلي غيره اللي قاد على المسؤولية، لأن جلالة الملك قال بصريح العبارة الناس المغرب له رجاله وله نساؤه. إذن هاد الناس خصهم اليوم يكونوا قادين، اللي ما قادش يتحمل المسؤوليه واللي ما قادش على الدعم العمومي واللي ما قادش يواكب واللي ما قادش يعطي الاقتراحات ويكون مبادر ويكون منتج، ما عندنا ما نديروا به. الوقت اليوم اصبح مليح، اليوم التجربه عندنا، اليوم نحن نصارعون على الزمان. نعم، في حديث المقاهي كيقولوا بان الجمعيه الحاليه المدعمه هي جمعيه العداله والتنميه، هل هذا صحيح؟ شوف، المقاهي تقول ما تقول، هناك مقاهي تقول العداله والتنميه، هناك مقاهي كتقول البام، هناك مقاهي كتقول حزب الاستقلال، ولكن اقول انا بان الجمعيات اللاجئه اللي يجب ان تاخذ الدعم هي الجمعيات الجاده والجمعيات المنتجه بصرف النظر عن صبغتها السياسيه. إذا كان شوف، احنا نحاسب الشخص الذي ينتمي الى الجمعيه، انا ما عنديش علاقه به في الصفه السياسيه ديالو، هذيك يتحمل مسؤوليته فيها. هذاك شخص، ولكن نختلف الا كان ما يلونش الجمعيه بالحزب السياسي، هنا اختلاف. اما الا كتمارس الجانب السياسي، من حقك تمارس الجانب السياسي، ما كاين معك حتى واحد، ولكن ما تدخلش الجانب السياسي في الجانب الجمعوي. اسمح لي، اليوم خاص الدعم العمومي يتعطى الجمعيات الحاملة المشاريع والجمعيات القادرة والجمعيات المتمكنة والتي تتمكن من آلية التدبير والقادرة على الإنتاج، ماشي الدعم العمومي تعطى لأي جمعية غير بأن مثلا الرئيس ديالها أو كينتمي الحزب السياسي إلى غير ذلك، لا هذا مرفوض. نعم، أتت الجمعية ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عندها واحد الخط اللي هو عضوي من مبادرة التنمية البشرية اللي نص عليها الدستور بطبيعة الحال ونص عليها صاحب الجلالة، لاحظنا أن مؤخرا أن بعض الجمعيات اللي هما كيشتغلوا في الميدان لا سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هل هما كيتمولوا من طرف أحزاب أو من طرف الدولة على تبعا لمبادرة التنمية البشرية، أم هناك جمعيات يسعون إلى تدبير الشأن ديالهم بالشخصية ديالهم وكيقلبوا يعني كيقلبوا على ما تسمى بزي سبونسورينغ أون جينيرال مور؟ أنا ملي كنت عضو في المبادرة على المستوى المحلي يعني كنعرف حاجة واحدة، بأن الجمعيات التي تستفيد من الدعم هي الجمعيات التي تقدم مشاريع، وكتكون المشاريع ديالها
جادة وكتكون مشاريع ديالها عندها أثر اجتماعي وعندها واقع اجتماعي على المواطن. هادو هما الجمعيات اللي خصهم يستافدوا من الدعم العمومي. إذا كانت هناك أمور أخرى خص سلطة المراقبة. نعم، كنشكر الأستاذ أمين سامي على هذه التوضيحات اللي وضحناها بالنسبة للخدمات ديال الجمعيات، وأكد على أنه يجب مراقبة الجمعيات. هذا العنوان اللي غادي إن شاء الله نصادفه أكثر من مرة للتوضيح أكثر. وشكرا الأستاذ أمين سامي. مرحبا، شكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.